عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. تلاحظون صح؟ هذا حركه في الصلاه، مكروه الحركه في الصلاه. خير له ان يتحرك من ان يعطى كذا كذا من الناقات او النوق. ويسن تسليمة ثانية والابتداء به مستقبل القبلة. ويسن ألا يلتف بوجه إلا مع الميمن عليكم للنهي عن الالتفات في الصلاة. والالتفات بالتسليمتين الأولى يمينا والثانية شمالا بحيث يرى خده الأيمن. المراد بالخد جانب الوجه، ليس الخد هذا ما مجرى الدم. هذا الإمام مين يعني؟ أيوه يرونه، يعني مش هو يرى نفسه، يعني المأمومون هم الذي يرون. السلام عليكم، فيراه المأمومون خد هذا الخد. وكذلك عند الالتفات الثاني يرى خده الأيسر. ويسن إنهاءهم مع تمام الالتفات، ينهي السلام مع يقول السلام عليكم ورحمة الله، يعني ينهي الالتفات مع قوله ورحمة الله. ثم يعود ورحمة الله، إذا انتهى مع ورحمة الله هنا يعود بعد ذلك إلى جهة الأمام. ولو سلم تسليمة واحدة ليس الالتفات، تكون تلقاء وجه السلام عليكم ورحمة الله، هو يريد أن يسلم تسليمة واحدة فتكون تلقاء الوجه. متى هذا نحن نسلم تسليمة واحدة؟ يعني نقتصر على تسليمة واحدة إذا دخلنا وصلينا تحية المسجد والخطيب على المنبر، الخطيب يحكم على المنبر، نحن نقتصر على الأركان فقط وجوبا عند ابن حجر وندبا عند الرملي، والخف في تحية الصلاة. فإذا انتهينا نحن في التشهد نقول التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد، من دون تطويل ولا صلاة الآن، السلام عليكم، من دون ورحمة الله، ولا نلتفت، نقعها في الأمام. ناويا بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة، ينوي مع التسليمة الأولى الخروج من الصلاة. هذا الخروج من الصلاة جعله في المتن، ايوه متن الاشجاع، بانه ركن من اركان الصلاة، جعله ركن من اركان الصلاة. جعله ركن من اركان الصلاة، وهنا جعله انه سنة. ناويا بالتسليمة الاولى الخروج من الصلاة على اعتبار انه سنة، ولكن المفتى به في المذهب انه لا ينبغي ان لا ياتي بالخروج بنية الخروج من الصلاة. كما انت مع قولك الله اكبر تنوي الدخول بالصلاه، لما تخرج فهذه الفتوى على خلاف المقرر في المذهب. المقرر في المذهب اما ان تكون واجبه او تكون مندوبه خروجا من الخلاف. ولكن مع ذلك قالوا الفتوى يفتي كما في بشر كريم انه بالجمله فيها خطر فليتحرز منها او تترك. يعني يمكن ان نقول بل تترك احسن، وخصوصا بالنسبه للعوام. انت تريد ان تعلمه ياتي بنيه الخروج بالصلاه فياتي بها قبل الشروع في السلام فتبطل صلاته. هو نوى الخروج من الصلاة متى هي؟ مع السلام، فإذا تقدمت على السلام بطلت الصلاة، أعيد الصلاة من جديد. فالأحسن اتركها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا كانت التجارة خسارة فترك التجارة تجارة. فإذا هذا المذهب على شيء، والراجح أو نقول الفتوى على شيء آخر. نعم، أيوه بالجملة فيها خطر، فليحترز منه أو تترك. يعني وتركها قد يكون اولى. والسلام على من على يمينه من ملائكة ومؤمن انس وجن. تنوي بالسلام تقصد لكل مصلي اذا نوى بالتسليم الاولى مع نية الخروج من الصلاة، ينوي على من على يمينه من ملائكة ومؤمن انس وجن، السلام عليكم، نية الخروج من الصلاة، وتنوي السلام على المؤمنين من الملائكة والجن والانس. وأن ينوي المأموم بالتسليمة الثانية الرد على المأمومين. المأموم بالتسليمة الثانية يقصد بها الرد على من قد سلم عليه من المؤمنين، لأن من المأمومين، لأنهم سلموا تسليمة أولى من كان على اليسار، فهو يرد عليهم بها. غالبا لا يسلمون حتى يسلم الثاني. لا يسلمون التسليمة الأولى حتى يسلم هو الثاني. الإمام. عادة الجماعة. ما عرفت ماذا الذي تقصد. من هو يسلم؟ تقول انه ينوي التسليم على المأمومين، الرد عليهم التسليم الثاني. بس انا اخطات هذا الكلام بالنسبه للامام. انا راح بالي لان المأموم هنا قال وان ينوي المأموم بتسليمه الثاني الرد على الامام ان كان. والسنه هناك السلام بالاولى، بالنسبه للاولى السلام على من عن يمينه من ملائكه ومؤمن انس وجن.
ونحن لا نسلم إلا بعد أن يسلم الإمام التسليم الثاني. هكذا الذي تقصد، إذا يسلم التسليم الأولى لا يقوم المأمومون المسبوقون. بعض الناس إذا سلم التسليم الأولى يتعجلون يقومون، أو إذا شرع في التسليم الثاني لا ينتظر حتى ينتهي، يقول السلام عليكم ورحمة الله. إذا انتهى ورحمة الله قم الآن. طيب يقول وأن ينوي المأموم بتسليمته الثانية الرد على الإمام. المأموم ينوي بالتسليمة الثانية الرد على الإمام إن كان عن يمينه، إن كان يعني إن كان من هو يعني إن كان المأموم عن يمين الإمام، وإن كان عن يساره أنت وكنت في اليسار، التسليمة الأولى تنوي بها الرد على الإمام. فأنت الآن إذا تارة تكون عن اليمين، تارة تكون عن اليسار، وتارة تكون خلفه مباشرة. إن كنت عن اليمين التسليم الأولى تسلم على من على يمينك من مؤمن إنس وجن وملائكة، وبالتسليم الثانية الرد على الإمام. وإن كنت عن يسار الإمام تنوي بالتسليم الأولى الرد على الإمام، لأن الإمام سلم عليك السلام عليكم، فأنت تنوي الرد عليه. ثم بالتسليم الثانية تنوي السلام على من عن يسارك من مؤمن ملائكة وإنس وجن. وإن كان قبالته يعني خلفه الإمام قبالة المأموم، وإن كان الإمام يعني قبالته يعني فالمأموم خلفه يتخير، تخير يمين الأولى والثانية، والأولى أحب. لذا كان بعضهم يحب أن يصلي في الجانب الأيسر دائما. لماذا تصلي؟ حتى يكون التسليم الأولى رد على الإمام، ورد على الإمام تكون واجبة فيثاب عليها ثواب الواجب. الله أعلم على كل حال هو واجب أن ننوي بهذا، لأنه ليس مقصود سلام حقيقي وإنما هو خروج من الصلاة وإن نوام. الله أعلم. وإن كان قبالته تخير، والأولى أحب أن ينوي بها الإمام، وأن ينوي الإمام الرد على المأموم. ينوي الإمام الرد على المأموم يكون بالثانية، الأولى يبدأ بها السلام على من على يمينه من مؤمن إنس وجن، والرد والتسليم الثاني للإمام ينوي بها الرد على المأموم الذي عن يساره. إذا لم يفعل بالسنة إذا بأن سلم قبل أن يسلم الإمام، وهذا إذا قد سلم، يعني معنى هذا أن الإمام سلم التسليم الأولى فسلم المأموم التسليم الأولى، هل بطل صلاة المأموم؟ لا. الإمام إذا كان المأموم تعجل هكذا وسلم التسليم الأولى ينوي الإمام بالثاني الرد على المأموم، لكن لو لم يسلم بعد كما هي السنة ينتظر، سلم الإمام التسليم الأولى ولم يسلم المأموم بعد، فسلم الإمام التسليم الثانية ينوي أيضا الابتداء، ابتداء السلام وليس رد على أحد. لا ينوي الإمام الرد على المأموم بالتسليم الثانية إلا إذا كان المأموم قد سلم قبل أن يسلم الإمام التسليم الثانية وخالف السنة فسلم قبله. طيب نكتفي بهذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. الأسئلة في فتح المعين إن شاء الله. ترتيب كتب العقائد عند الأشاعرة المبتدئ إلى المنتهي، إن شاء الله ستحصل لمن يجيبك على هذا، أسأل أحد من أصحاب التوحيد إن شاء الله يجدوك. الأسئلة البقية إن شاء الله في فتح المعين، لما نبدأ في المعين إن شاء الله تأتي، نريد أن نمشي أكثر. هكذا أنسب مقترحكم، أنسب الأسئلة نتركها، يمكن تجمع لبداية الدرس القادم بكرة إن شاء الله. نحن موعدنا الساعة الواحدة بكرة، ليس الساعة الثانية، بكرة الساعة الواحدة إن شاء الله. سمعنا سؤال في الموضوع، يعني لو كان أحد عنده مقترح أو اعتراض أو مسألة قررتها أنا خطأ فعنده ورآه في الكتاب ما يخالف موجود، لا بأس، هذا الذي نسمعه. أما سؤال فالأسئلة لا تنتهي، مع أن كنت أنا أميل إلى الأخذ من الأسئلة. التورق يكون في الصف يعني مكان ضيق زي سنة ولا لا؟ إذا استطعت نعم، إذا لم تستطع فلا، أدى العصر صح. طيب من يؤذن؟ أين المؤذن؟ مؤذن لا يوجد معنى مؤذن. كنت تتركي؟ صح؟ أنت كنت تتركي؟